السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اخباركم؟ معكم اخوكم سلمان برونو. اليوم جايب لكم اللي هي شرح تخزين مهكر، يعني ما تحتاج دمج ولا تحتاج اي شيء، بس مجرد انك تنساخ على فلاش حقك وتترك تشبك على السوني تسوي نسخ وخلاص. هذه التخزينة، اول ما تخش يعني تحملها من، راح احط الرابط بالديسكربشن، تخش هنا تخزينة مهكرة امريكية، لان اغلب الاشرطة احنا محملينها من ستور امريكي، يعني تخزينتك اغلب شيء امريكية. نخش ننسخ الملف هنا كوبي، مظبوط. ثم نروح للكمبيوتر، نروح لهذا الفلاش حقي، بسوي كليك يمين بيست، هذا جت التخزينة، مضبوط. هذا اللي عليك تسويه عن طريق الكمبيوتر بس. راح الحين انتقل اللي هو البلاي ستيشن، القاكم البلاي ستيشن. دقيقة خلنا نوقف المقطع. السلام عليكم، نقول باك من داخل البلاي ستيشن. اول ما تخش تروح لمسيف داتا يوتيليتي، بعدين اكس، بعدين اكس، تضغط كوبي، تقول انه بينسخ على تخزينتك الموجودة، حط يس، بعدين يس، كذا اللي كذا انتهيت، انت ركبتها. عاد تخش اللي جي تي اي في، راح تلقى كل الشخصيات المختمة معاك، فلوس كثيرة. هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى اني افدتكم، ونقول تنسى تضغط زر لايك وسبسكرايب. مفضلة، والسلام عليكم.